وحضرتك بتتكلم عن بيتسو نفسك. موسيماني، موسيماني اللي احنا بنلقبه بالعبقري، بيتسو موسيماني اللي بيقدم مستويات اكثر من رائعه منذ قدومه للنادي الاهلي، 2 دوري ابطال افريقيا، ثالث كاس العالم، السوبر الافريقي، ايضا كمان كاس مصر، الدوري الممتاز. شايف المستويات اللي بيقدمها بيتسو موسيماني وقدومه للنادي الاهلي ازاي يا كابتن عصام؟ شايف من خلال تقديمك انت يا كابتن. وهي تعريج على اداره تبدا فاهمه كوره. وقت جات فتره فراغ وضاع الدوري وخرج الاهلي من مباراه السوبر، الاداره ما لم ترضخ الى غضب الجمهور الاحمر والى السوشيال ميديا ويلزم موسيماني خلاص انتهت مرحلته. وقت يبدا انسان فاهم كوره واداره فاهمه كوره، مظبوط، تعرف اللي في فتره فراغ عندها ثقه في مدرب، راهنت على مدرب، والحصيله اللي اعطيتها انت وقدمتها للجمهور تحكي عليه. موسيماني هو الان المدرب الافضل في افريقيا وتاهل لان يكون يعني في افضل مدربي العالم تخلف ال 25، اكيد شفتوا وحكيتوا على القائمه هذه. وفيهم مدربين اثنين ثلاثه من افريقيا منهم او العرب، منهم اثنين في مصر مع معين الشعباني مدرب المصري البورسعيدي، مدرب الاكس للترجي حقيقه. ودايما الارقام لا تكذب، الارقام اللي بيحققها بيتسو موسيماني هي دي افضل يعني رد على كل منتقد او كل من يشكك في بيتسو موسيماني. شفت ازاي كمان الردود اللي طلعت بعد الخماسيه التاريخيه؟ كان ممكن يقترب من مانويل جوزيه ويحقق سداسيه ويصبح مدرب تاريخي في تاريخ النادي الاهلي، وبدات الناس تشكك في قدرات موسيماني. شوف وجهة نظر فنية كابتن. وانت لعيب كبير وممكن تشاطرني الرأي، واذا ما تشاطرنيش الرأي قل لي على الهواء يعني نتناقش. تمام. موسيماني والاهلي هو مدرب كبير ما من شك حقيقة، ولكن ايضا يدرب في النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي يعطيك ظروف النجاح كابتن، ويعطيك ادوات النجاح، ويعطيك الملاحظية اللي تنجح بهم. صحيح. وقت اللي تدرب النادي الاهلي معناها، وهذا كلام على كل مدربين، ولكن مدرب اثبت وجوده، ربح الشامبيونز ليج مع سان داونز، جاب اثنين مع النادي الاهلي، هو تقريبا الان هو اكثر مدرب في تاريخ القاره الافريقيه ربح الشامبيونز ليج ثلاثه مرات مع الان يتبع في رقم جوزيه عنده اربعه جوزيه. هو الان ثلاثه في فرقتين مختلفتين ونجح في مكانين مختلفين. أنا يعجبني موسيماني، وفي وقت من الأوقات الحقيقة كنت رشحته لأندية تونسية أنه ياخذوه في سنة من السنوات قبل الأهلي بسنة وسنتين، يعني منذ اللي طلع هو مع سان داون. كويس، وكويس إن احنا أخذناه قبل الأندية التونسية.